مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حصاد اسبوع يتجدد معكم على شاشه النيل للاخبار. مصر في اسبوع. مصر في اسبوع يتناول معكم على مدار اسبوع كامل اهم التطورات والاحداث على صعيد مصر السياسي والاقتصادي والفني. مصر هي الدوله الوحيده التي تم ذكرها في القران الكريم 5 مرات. هي بلد الامن والامان، ارض الحضارات ومهد العلوم والفنون. منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر وهو يواصل مراحل البناء والتنمية وإقامة المشروعات القومية الكبرى وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية للنهوض بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى عناوين هذه الحلقة. الرئيس السيسي يطالب بدعم ذوي الهمم بمبلغ 1 مليار جنيه. السيسي يفتتح مصنعي الغازات الطبية والصناعية بمنطقة أبو رواش بالجيزة. رئيس الجمهورية يوجه بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية. رئيس الجمهورية يوجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً. السيسي يوجه بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة على مستوى الجمهورية. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج. وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول للدفعة الجديدة بكلية الشرطة. أما اقتصاديا، تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بسائر محافظات الجمهورية. وأخيرا مهرجان التحطيب يختتم فعالياته بمحافظة الأقصر. إلى تفاصيل أحداث هذه الليلة. تعملوا العاصمة الجديدة اللي انت بهرتنا فيه في التلفزيون، ولا حياة كريمة اللي كنا بنشوفها في التلفزيون، كنت بقول يا رب ده فين ده لو ما شفناه على الواقع احنا سعادتنا مش منطقة، يعني مش قادرين، اللسان عاجز. طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم دعم بمبلغ 1 مليار جنيه للعمل على تنفيذ احتياجات ذوي الهمم، مؤكدا على ضرورة أن تساهم صناديق هيئة قناة السويس وصندوق الشهداء والمصابين والتأمين الصحي وصندوق الإسكان في توفير الدعم. جاء ذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف. كتاب الله الكريم هدية للرئيس من أحد الأبطال من ذوي الهمم القادرون باختلاف، يحمل كل معاني وآيات الشكر والامتنان لنهج ومسار دولة تؤسس لجمهوريتها الجديدة بدمج وإشراك هذا القطاع الهام من أبناء الوطن. ورئيس يتوسط أبناءه القادرين بكل المجالات، يعلي من شأنهم ويوجه اهتمام وعناية كل مؤسسات الدولة نحو تمكينهم وصون حقوقهم، بل واستنفار طاقاتهم وإمكاناتهم. فللعام الرابع على التوالي وعبر النسخة الرابعة لاحتفالية قادرون باختلاف التي تزينت بعنوان لنا مكان، يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات فعاليات المعرض الذي أقيم على هامش هذه الاحتفالية. استعرض خلاله أبطال التحدي مشاهد قليلة من كثير مشاهدهم من البطولات والإنجازات في المجالات الرياضية والفنية والإبداعية، فكانت حفاوة التشجيع والثناء من الرئيس. الصورة دي جميلة جدا. عارف يا رحمة، اللي ملوش حظ اللي ما يحبكمش، ملوش حظ. صح صح.
اللي ملوش حظ صح ده حقيقي هو اللي ما يحبكمش. وبهذه الكلمات قليلة العدد كثيرة المعاني يؤكد الرئيس أن الوطن يحتاج لقدرات جميع أبنائه، موجها باتخاذ كافة مؤسسات الدولة كل ما يلزم من أجل تعزيز البرامج والإجراءات لتمكين ذوي الهمم ودمجهم بجميع المشروعات والمبادرات القومية. أولا تكليف وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضمانا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات، ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة من ذات الهمم المتزوجة أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم. ثانيا تكليف وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم لكافة مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية، والتنسيق مع الأندية الرياضية من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية له. دعم مالي كبير يضاف إلى الدعم المعنوي يوجه لتلبية احتياجات ذوي الهمم، شدد الرئيس. تكليف وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، ويتم تحديد نسبة لهم ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها ووفقا للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حاليا في مختلف المدن الجديدة، مع توفير كود الإتاحة في المنشآت العامة والسكنية. خامسا تكليف وزارة الصحة بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم في جميع الهيئات العلاجية في مختلف المحافظات. فقرة اسأل الرئيس التي عرضت بالاحتفالية كانت فرصة لتفاعل الرئيس مع أسئلة تدور في أذهان ذوي الهمم حول ما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية. فقد أكد الرئيس أن الجيش والشرطة دفعا ثمنا كبيرا من أجل حماية مصر وشعبها، موجها التحية لأرواح الشهداء منهم ولأسرهم. كان في شباب زي عمرو ورامز وكل اللي موجودين، في شباب من مصر من الجيش ومن الشرطة ومن القضاء ومن كل حتة، ومن غير تمييز لا مسلم ولا مسيحي، كل مصري دفع ثمن كبير قوي عشان البلد دي تبقى بالهدوء ده، تبقى بالسلام ده. فإن كان ليا كلمة أقولها للناس، حافظوا على اللي ربنا سبحانه وتعالى وقف معنا فيه. يوم تاني ونظرة تانية جاية تجرح فيا تاني، ليه بيبصوا لي أنا مش أنا شبه سامع كل أفكارهم تملي في بالي، وبإحساسي أنا رب العالم، وأنا مش هسيب فرصة لحد يكسرني ولا تهزم وضع. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة. وخلال الافتتاح أكد السيسي أن الدولة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية والتي يتم استيرادها من الخارج لتقليص الضغط على الدولار الأمريكي. تماشيا مع خطط وبرامج الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والصروح الصناعية العريقة ومضاعفة القدرات التصديرية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من العناصر والمواد الكيماوية الحيوية وتوفير المزيد من فرص العمل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، إحدى أقدم شركات جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة. لما اتكلمنا في الموضوع الغازات الطبية كان المفروض أن احنا انتاجنا كان قبل كده إلى حد ما يكفينا، لكن جت أزمة كورونا
وكانت مشكله بالنسبه لنا مش كده؟ تمام. وبالتالي قلنا لا احنا لازم يكون عندنا الكميات اللي تكفي الواقع اللي احنا موجودين والتطور المحتمل في الخدمه الطبيه خلال السنه الجايه مش كده؟ صحيح. كويس. الكلور بقى ايوه احنا برضو بنقول من دلوقتي ليه؟ لان يعني التطورات اللي موجوده في العالم دلوقتي مخليه مفيش استقرار في موضوع التعاقدات. صحيح. مش كده؟ ايوه. وبالتالي الحاجه اللي حتى اللي كنا بنتعاقد عليها بتكلفه معينه بقت التكلفه بقت زياده والتوقيتات بقت مختلفه. ومصر كانت قبل هذا انتاج هذا المشروع اللي وجه بيه فخامه الرئيس ما كانش عندنا غير مصنعين كلور هم تابعين للقطاع الخاص، هم دول اللي بينتجوا الكلور. طبيعه مصانع الكلور ان لازم كل سنه بتتعمل عمره او صيانه فالمصنع بيتوقف. فكانت بتبقى دايما عندنا الازمه، وانا عشان بس نتخيل احنا ازمه هنا معناها ان انا اوقف محطات ميه عن الشغل، والا كنت البديل ان انا اروح استورد الكلور بالدولار عشان اجيبه واشغل المحطات. انا هنا بتكلم على قدرات يا فندم، محطات كانت موجوده في 2015 و2016. احنا النهارده مش نفس المحطات الموجوده، احنا زودنا كميات المياه المنتجه النهارده 25-30% من هذا التاريخ. عدة رسائل هامة حملتها مداخلات الرئيس حول قضايا تشغل المواطن وتمس حياته اليومية، فقد شدد الرئيس السيسي على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق من خلال عدم زيادة أسعار مدخلات الإنتاج وخاصة أسعار الطاقة رغم ارتفاع أسعارها عالميا، موجها بضرورة الانتهاء سريعا من الإفراج عن المستلزمات والبضائع بالموانئ. احنا حضرتك اشتغلنا الحقيقة مع البنك المركزي ومع البنوك كلها قطاع المصرفي على تأمين او الإفراج عن اكبر عدد من هذه البضائع على مدار الشهر، ففعلا من يوم 1 ديسمبر ليوم 1/23 افرجنا عن 5 مليار دولار بضائع. الأهم حضرتك احنا حاصرين دلوقتي اللي متبقي يعني لغاية امبارح 9.5 مليار دولار اللي موجودين في الموانئ. يبقى انا طمنتكم على موضوع المستلزمات زي ما اتفقنا دكتور مصطفى، وارجو ان احنا نطلق هذا الامر يعني بتغطية اعلامية ومناسبة الناس تشوف حجم المواد اللي هتخرج من المواني خلال الفترة القليلة اللي هو يومين ثلاثة الاسبوع اللي جايين دول، عشان نبقى يعني الحمد لله انهينا المشكلة ديت. وأوضح الرئيس السيسي أن الهدف من صندوق استثمار قناة السويس هو توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الخاصة بالهيئة. من 75 للنهاردة قناة السويس جابت تقريبا 220 مليار دولار. أنا خليت المتوسط 4. خليت المتوسط إيه؟ 4. 200 مليار دولار. لو حد كان شال 10% من الرقم ده وحطه في صندوق، خلي بالكوا الصندوق ده مش معناه ايه، ما هو دخل البرلمان ليه الصندوق؟ عشان يديله حصانه قانونيه في ما حدش يقدر لا مؤاخذه ياخد منه ولا يتصرف فيه ولا اي حاجه طبقا للمعايير اللي تم التصديق عليه بيها والقواعد اللي اتحطت. اجهزه الدوله الرقابيه تفتش عليه طبعا. واكد الرئيس انه تم انشاء صندوق لدعم الاسر ضمن قانون الاحوال الشخصيه الجديد، وأن الدولة ستقوم بدورها بدعم هذا الصندوق. قلت النهارده هيتعمل صندوق، حضرتك جاي تتجوز؟ حط بقى في الصندوق ده مبلغ مش كبير قوي، كل الناس تقدر عليه، وأنا كدولة اتفقت مع الدكتور مصطفى لو مليار هنحط مليار، مليارين؟ هنحط مليارين، ليه؟ عشان لما نختلف، لأن القانون اللي موجود ده مقفول، يعني إيه مقفول؟ احنا قفلناه بحيث انك انت ما فيش مسار، احنا هنتكفل بالاجراء اللي يقدر يامن ولادنا في كل شيء. جولة تفقدية اجراها الرئيس السيسي بمصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية، رافقه خلالها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ
لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية، بما يعزز من قدراتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، وقد وجه السيد الرئيس بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، وكذلك حوضي البحر المتوسط والأحمر، مشددا سيادته على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض في هذا الصدد الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة، خاصة ما يتعلق بإعادة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها من خلال إنشاء حواجز أمواج وتكريك الممرات الملاحية وتعميقها وإنشاء أرصفة جديدة تتناسب مع السفن العملاقة، فضلا عن تطوير نظم الإدارة والتشغيل بالشراكة مع الخبرة العالمية العريقة من القطاع الخاص والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وذلك بهدف إنهاء أي تكدس للبضائع في الموانئ وضمان سلاسة عبورها، سواء ما يتعلق بخروج الصادرات للأسواق العالمية أو استقبال الواردات من مستلزمات الإنتاج الأساسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في مضاعفة الإنتاج المحلي للدولة وتوفير فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على كفاءة الموانئ، خاصة الزراعة والصناعة. كما عرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة ومحطة متعددة الأغراض، إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء. كما تم عرض سير العمل باستكمال وتطوير موانئ شرق بورسعيد وضم، خاصة ما يتعلق بمحطات تداول الحاويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص. واطلع السيد الرئيس أيضا على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية حاليا لتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، وكذلك محور السخنة الدخيلة، فضلا عن الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، والذي سيربط البحر الأحمر بالساحل الشمالي، العين السخنة، الإسكندرية، العلمين، مرسى مطروح، بطول 675 كيلومتر وبإجمالي 34 محطة، والذي يعد إضافة حديثة عملاقة لمنظومة النقل في مصر. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجها سيادته بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال. وموجها سيادته كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
وقد تم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه 20 اجتماعا، كما قامت بالصياغة الأولية ل 188 مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصة ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذا في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملا مشتركا خلال العقود الماضية، فضلا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة. كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والتي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور والتنسيق الحضري للمحافظات. الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضري للأحياء والمدن، حيث وجه السيد الرئيس الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والتي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع، فضلا عن تصفية مقابر السيارات وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور والتنسيق الحضري للمحافظات. كما وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بقيام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحياتها، مع التخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال. حققت مصر نهضة تنموية على صعيد مصر الداخلي، من أهمها مبادرة حياة كريمة، المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي لتوفير الحياة الكريمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا في القرى والريف. النقل تؤكد الانتهاء من تجديد خدمات السكك الحديدية بالكامل مع نهاية 2024. تدريب 12,000 طالب من خريجي جامعة الأزهر وتأهيلهم إلى سوق العمل. محافظ القاهرة يشهد احتفالية بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد. أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أن هيئة السكك الحديدية ستنتهي من تجديد جميع خدماتها بحلول نهاية عام 2024، مهنئا القيادة السياسية والشعب المصري بتشغيل أول قطار تالجو الفاخرة، ومشيرا إلى وصول قطارين من إجمالي 7 قطارات خضع إحداهما للتشغيل التجريبي وانطلق للخدمة الفعلية بين القاهرة والإسكندرية. تدريب 12,000 طالب من خريجي جامعة الأزهر وتأهيلهم إلى سوق العمل. احنا من المحافظات البعيدة عن القاهرة والمحافظات البعيدة عن التدريب عموما او فيها تدريبات قليلة، بس فريق سفراء الأزهر وصل لجميع الكليات
كليات جامعة الأزهر كلها من اسكندرية لأسوان، وكليتي كانت من الكليات المستفيدة من المشروع، وصلت لها التدريبات. الحقيقة ان احنا استفدنا كتير من خلال مشروع سفراء الأزهر، لانه اتاح لنا فرصة كبيرة ان احنا نتعرف على التدريبات اكتر، اتاح لنا ان احنا نواكب العصر، ان احنا نكون شباب واعي، وان احنا قادرين نواجه اي صعوبات موجودة في حياتنا، ونكون عندنا فرص عملية اكتر. كل تدريب انا اخدته فرق معايا جدا في كل حاجه، سواء عمليه او حتى ان انا اطبقها في حياتي ودراستي. اخدت برمجه وذكاء اصطناعي، وده طبعا فرق معايا ان انا ازاي استخدم الانترنت وازاي استخدم كل حاجه فيها تكنولوجي. وفي نهايه الحفله تم تكريم المؤسسات المجتمع المدني والوزارات المشاركه في الدورات التدريبيه والاساتذه المشاركون في المشروع والخريجون والمتطوعون بمشروع السفراء الأزهر. شهد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال نائبا عن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة. بعد أن دقت أجراس كنيسة الروم الأرثوذكس، ترأس بابا الروم الأرثوذكس بالأسكندرية وسائر إفريقيا قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقامته الكنيسة بحضور ممثلي الكنيسة المصرية والأزهر وعدد كبير من المصلين. 80% من بلاد العالم تحتفل النهاردة، في أوروبا، في أفريقيا، في أمريكا، في أستراليا، في قارة آسيا، في كل العالم يعتبر. بدايات العيد بتبدأ من يوم البرامون اللي هو كان امبارح، كان في صلوات صبح وكان في صلوات بالليل، ودلوقتي صلوات العيد. الاحتفال بالقداس الالهي طبعا هو ده الاحتفال الاساسي بالنسبه للمسيحيين، اللي هو الاحتفال بالقداس. هيرأس الصلاه صاحب الغبطه بينا البطريرك ثيودروس الثاني. بنهني اخواننا الاقباط وخاصه هذه الطائفه، بنهنيهم بعيد الميلاد المجيد، وبنقول لهم ان احنا في مصر، بلدنا مصر، انما هي بلد التعايش في ظل طبعا هذا العهد، في ظل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. مصر ضربت النموذج الأمثل في التعايش بين أبناء العالم ككل، لا فرق بين مسلم ومسيحي، والكل يعيش في هذا البلد في تحت أمر واحد، ألا وهو المحافظة على السياج الوطني لأبناء مصر. قدمت مصر نموذجا تاريخيا في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف على مدى السنوات الماضية، وتواصل القوات المسلحة أعمالها الناجحة في مكافحة الإرهاب بشتى الطرق. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج. يأتي الحفل في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين يتم اختيارهم للعمل بمكتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي وزارة الخارجية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث بدأت المراسم بكلمة رئيس جهاز الملحقين الحربيين تناول التقرير المفصلا لدورة التمثيل الدبلوماسي العسكري لعام 2022-2023. كما ألقى اللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، مشيرا إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.
وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما هنأهم بانتهاء دورة الإعداد والتأهيل التي تسبق توليهم المنصب، وطالبهم بمواصلة الاطلاع والمعرفة في كافة المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يكلف به من مهام، مع التمسك بالانضباط العسكري والقيم والثوابت الأصيلة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن عملية انتقاء تلك العناصر تمت وفقا لأسس علمية مدروسة، وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذى به بين رجال القوات المسلحة نظرا لما يتمتعون به من مقومات تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار. تؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن والنظام العام. وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول للدفعة الجديدة بكلية الشرطة. الداخلية تبدأ تطبيق منظومة إلكترونية على مطالع ومنازل الكباري لرصد المخالفات. عقدت وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نتيجة القبول للدفعة الجديدة من المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. اعتمد السيد محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأكاديمية الشرطة تم الإعلان عن ضوابط ومعايير القبول التي اتسمت بالحيادية والموضوعية لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين. تقدر الإشارة إلى أن النسب المئوية أو تقديرات النجاح ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بالأكاديمية، ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للالتحاق بالكلية. الطلاب الجدد الملتحقين بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجي وخريجات كليات الحقوق وخريجات التربية الرياضية وخريجي الجامعات المختلفة من التخصصات التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية، خاضعوا لاختبارات بدنية وعلمية وثقافية وطبية بما يؤهلهم للالتحاق بكلية الشرطة، مع الاستعانة بتقنيات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها. خضع المتقدمون للعديد من الاختبارات للتحقق من توافر الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية، وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها، حيث يقوم الحاسب الآلي بترتيب الطلاب وفقاً للأعلى في درجات الاختبارات، ويتم قبول العدد المستهدف منهم بصورة آلية دون تدخل لأي عنصر بشري. تبدأ وزارة الداخلية في تطبيق منظومة إلكترونية على مطالع ومنازل الكباري، وذلك اعتبارا من بداية العام الجديد لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين. قد استحدثت وزارة الداخلية منظومة إلكترونية بمطالع ومنازل الكباري لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ التي يرتكبها بعض قائدي المركبات وتتسبب في إعاقة الحركة المرورية، إضافة إلى الحوادث والتكدسات الناجمة عنها. هذه المنظومة سيتم تفعيلها اعتبارا من بداية العام الجديد، وتهيب وزارة الداخلية بقائد المركبات الالتزام بقواعد المرور من خلال تجنب الانتظار الخاطئ بمطالع ومنازل الكباري، حيث سيتم الرصد الإلكتروني الفوري لتلك المخالفة حفاظا على الأرواح والممتلكات ولتحقيق السيولة المرورية. الاقتصاد هو مجال الإنتاج والتوزيع والتجارة والاستهلاك للسلع والخدمات، والذي يتماسك رغم الصعوبات التي يواجهها العالم من جائحة كورونا وارتفاع الأسعار. تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بسائر محافظات مصر.
تواصل وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية فعاليات مبادرة كلنا واحد، حيث تم تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية. مسيرة الدور الاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية تتواصل تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فقد تم تنظيم قوافل من المساعدات العينية المتنوعة، بطاطين ومواد غذائية لإهدائها للمواطنين بالمناطق الأشد احتياجاً والمناطق الحضارية الجديدة على مستوى الجمهورية. نشكر سيادة الرئيس في المبادرة الجميلة بيعملها لنا، بطاطين اللي بتجينا، وربنا يبارك لكم يا رب ويخليك، ونشكر سيادة الرئيس ربنا يخليه لينا. داخلية واقفة جنبنا بتساعدنا في بطاطين في كراتين، واقفة جنبنا في كل حاجة. تتميز مصر بالحضارة والفن منذ القدم، والذي يؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية على مر العصور. نقيب المهن التمثيلية يفتتح دار رعاية القوى الناعمة لرعاية فناني مصر. مهرجان التحطيب يواصل فعالياته بمحافظة الأقصر. افتتح نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي دار رعاية القوى الناعمة لرعاية فناني مصر بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة. كلمات عاجزة اليوم أن تعبر عن فرحة فناني ومبدعي مصر بهذا الإنجاز العظيم، افتتح دار القوى الناعمة للرعاية. وشكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما تقدمه لمصر من أمن وأمان وإنجازات عظيمة. شكرا سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي على يعني هذه المكرمة لدار التبرع لدار المسنين. شكرا وهنيئا لمبدعي مصر لهذا المكان الذي يليق به. هذا المبنى يهتم كذلك برعاية وعلاج كبار الفنانين، وهذا البيت بيتهم، ونسعد أن نشارك في هذا الاحتفال الذي يأمه هذا العدد الكبير من الفنانين والإعلاميين والمثقفين. اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مهرجان التحطيب القومي بمصاحبة فرقة النيل للموسيقى والغناء بساحة أبو الحجاج القصوري بمحافظة الأقصر. اللي بيشارك في مهرجان التحطيب بني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وملاوي والاقصر، يعني كل محافظه ليها طبيعه في طبيعه شكل التحطيب، يعني كل محافظه بيبقى ليها طبيعه في مسك العصايه، ليها طريقه في شغلها، كل محافظه ليها طبيعتها وخصوصيتها في التعامل مع فن التحطيب. مشاهدينا، كان هذا آخر وأهم ما لدينا من أحداث وفعاليات حدثت ومرت على مصر في الأسبوع الماضي. الأسبوع القادم نأتي إليكم بكل ما يحدث في مصر في أسبوع.